السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فقد ذكر أهل العلم آدابًا للمساجد، وهذه الآداب مستمدة من الوحيين الكتاب والسنة، والمقصود بالآداب الأوامر والنواهي والمستحبات التي تُفعل قبل الدخول إلى المساجد أو عند دخولها، وهذا القسم الثاني منها. فمن ذلك أنه يستحب للمصلي أن يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول في كل لفظة، إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فليقل الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فليقل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، فإذا قال لا إله إلا الله فليقل لا إله إلا الله، فإن من قال ذلك يقيناً من قلبه دخل الجنة. ثم بعد ذلك يقول ما ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربًّا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا غفر له ذنبه. وفي رواية أنه إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله فإنه يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. قال النووي: ولذلك يقول إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم صلوا علي فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإن لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. ثم بعد ذلك يسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما روى البخاري في صحيحه من حيث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. ثم بعد ذلك يشرع له أن يدعو بين الآذان والإقامة، لما روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا نبي الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. عاشراً، أنه يستحب له أن يكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في جلوسه في المسجد، وكذلك يشرع إقامة الدروس العلمية والمحاضرات والكلمات، لأن هذا من ذكر الله عز وجل. وفي الآية الكريمة: في بيوت أذن الله أن ترفع
ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بنيت هذه المساجد لما بنيت له، وفي رواية: إنما بنيت لإقامة ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. وعلى المصلي كذلك أن يجتنب اللغو واللغط في المسجد والتحدث بأعراض الناس وكثرة الحديث في الدنيا أو أمور الدنيا، مما يبعد عن الله ويقسي القلب. الحادي عشر: يشرع له إذا دخل المسجد أنه يصلي ركعتين، بل يتأكد ذلك لما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الحادي عشر: ورد النهي عن البيع والشراء في المسجد لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وروى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويلحق بهذا سؤال الناس أموالهم وإشغالهم عن ذكر الله وعن التسبيح والتهليل بحجة الفقر والحاجة. الثاني عشر: ورد النهي عن الخروج من المسجد بعد سماع الآذان إلا لضرورة أو حاجة، لما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الشعثاء قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه فجاء رجل أو دخل رجل قبل الأذان، فلما سمع الأذان خرج، فأتبعه أبو هريرة ببصره ثم قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. قال النووي رحمه الله: وهذه من الفوائد، وينبغي للجالس في المسجد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في خارج المسجد فإنه يتأكد في داخل المسجد احتراماً وتعظيماً لهذه المساجد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.